كيدايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو هذا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد كما كتشوفوا معايا. نقدم لكم واحد الشوربه تونسيه سميتها شوربه الفبيك، دايرها اليوم قلت علاش لا ما نشاركها معكم. ممكن تستعملها كوجبه عشاء خفيفه وسهله ومتنوعه، متنوعه هكا العشاء خفيف وممكنه مع اي حاجه. وكما كتشوفوا معايا دوزو المقادير. غنحتاجو البنات هنايا عندي 3 الحبات ديال المطيشه، من بعد ما غسلتهم قطعتهم طحنتهم بقشرهم. عندي هنايا نص بصله قطعتها شلطتها صغيره. عندي هنايا صدر ديال الدجاج قطعته، نتوما ممكن تجيبوا اللحم اي حاجه متوفره عندكم. عندي شويه ديال المعدنوس. بالنسبه للعطريه عندي التحميره الخرقوم البلجي، شويه تاع البزار، ملح على حسب الذوق، وسكينجبير، زبيطه بلجيه مع بوميه مخلطين. وهنايا الدشيشه ديال الشعير كما كتشوفوا غسلتها وفايت لي مقدار في ما باش تكون طبه. وهادو هما المكونات، ساهلين وبسيط. وندوزو للطريقه. هنا كما كتشوفوا درت مطيشه مع البصيله، صدر ديال الدجاج، المعدنوس مقطعين، وهنا نزيد لهم العطريه كما كتشوفوا معايا. غنتبع بنات الزبيطه ديالي مخلطه، ونشعل لهم يتقلاو مع بعضياتهم عاد باش نزيد الشيش ديالي. من بعد ما خلينا غير واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق تكمل الشات اللي لقات لنا الماء ديالها، وتقلاو المكونات كامله مع بعضياتهم. دابا غنزيدو الشوربه ديالنا اللي هي الفريك. ضفت الفريك ديالنا، تخلط مزيان مع المكونات الاخرين، وعاد نزيد عليها الماء باش غطي. نجيو لها البنات الماء الكافي فاش غطيب، ونغطيب ولا نخليها غطيب. من بعد ما هاد الشوربة ديالي كطيب جيت باش نرفقها مع واحد البيتزا اللي كتجي سهلة وبنينة. متكونة البنات من الدقيق الأبيض ديال الفورس، جوج كيسان ديال العلبة. عندي هنايا معلقة صغيرة ديال سميدة، معلقة وسط ديال الخميرة، قبيصة ديال الملح، عندي زبيطة بلدية، واحد البيضة، ونص كاس ما معمر شي كاس ديال الحليب دافي، وغنجمعها بالماء. بالنسبه للبنات نتوما اللي عندكم الحليب مجفف نيدو استعملوه بلا حليب، انا ما عنديش، عندي كان حليب سائل. وندوز على بركة الله. ونبداو البنات نجيب السنيده مع الخميره وشويه تاع الملح، نجيبو البيضه تاعنا، ونجيبو البنات الحليب ديالنا وزبيطة بلدية غير معلقة، جوج معلقة تاع البنات كيما كتشوفو معايا، ونخلطو المكونات. وكان ما كفاناش نخلطو بالماء، نلموها بالماء. وهنا البنات نجمع العجينة ديالي كيما كتشوفو، وكما كتشوفوا معايا رجعت لكم بعد ما دليت العجينه ديالي مزيان. كما كتشوفوا جات غطيت بخاصه تكون البنات بحال هكا، وما درتش غير داك البيضه وداك الحليب، زدت جمعتها بالماء مزيان، دلكتها مزيان البنات. بعد واحد 5 دقائق هكا كتجلد لك مزيان. ودابا غنغطيها ترتاح ليا بالماء، ترتاح وتخمر، وندوز نصايب لاصوص ديال. وكما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما طاحت لي العجينه خمرات، خبزتها في اللاطه ديالي. وبالنسبه للبنات باش غنعمرها هي درت لاصوص ديالي كما كتشوفوا، خاصها كلشي عارفه، مطيشه مطحونه مع بصيله والعطريه البنات، زويته بلجيه وشويه تاع الزعتر، هنا الفرماج من الفوق، الثوم، الزيتون، كحل وخضر على حسب اللي متوفر عندكم، وتما البنات بصيله وفلفل شحطه بشويه تاع الزيت ملحه وشويه تاع الزعتر. ودوز معايا نعمل البيتزا ديالي كما كتشوفوا. كل حاجه البنات نقبوها كامل باش ما تنفخ لينا. من بعد ما البنات نقبت البيتزا ديالي كامل باش ما تنفخ ليا، ندير لاصوص وكما كتشوفوا معايا البنات درت لاصوص، درت ديك الفلفله وبصيله اللي شحرت، ندخلها البنات طاطيب. بالنسبه للزيتون والثوم والفرماج ما كنجيو حتى كنشعل الفوق، حتى كتبقى
نخليها هذيك 5 دقائق نخرج عاد باش كنجيهم. وجنبها البنات الزعتر لحقاش عندي ما مدقوقش درتو باش يتحمى معاه باش يجيني ساهل نديرو ليها هكا من الفوق وبقاو معنا حتى في الاخير. رجعت لكم البنات من بعد ما طبت الشوربه تاعي البيتزا خلاص كيما بغيتكم طبتو هي من التحت عدات الفرماج الطون والزيتون من الفوق صراحه جات بنينه ورطبه والشوربه تاعي كيما كتشوفوا هي خلاص وجدات تقدموها عندكم وصفة عشاء ولا في الاواخر ديال رمضان. وبالنسبة للبنات البيتزا كيما كتشوفوا كتجي رطبه وبنينه كيما كتشوفوا كتجي غزاله البنات وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا. ما تنساوش لاول مره كيشوف الفيديو ديالي ابوني